التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري الأربعاء بالجمعيات السمكية التعاونية بمديرية الشحر للاطلاع على نشاطهم ومشاكلهم والعراقيل التي تواجههم في عملهم بمعية وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، ومدير عام مديرية الشحر الأستاذ عادل بعكابة، ومدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ أحمد باظروس. واستمع معالي الوزير الزعورية إلى نبذة مختصرة عن نشاط الجمعيات السمكية التعاونية بمديرية الشحر والمشاكل والعراقيل التي تواجه الصيادين بشكل يومي في عملهم، فيما شهد اللقاء عددا من المداخلات قدمها عدد من أعضاء الجمعيات السمكية والصيادين بمديرية الشحر التي تصب حول معاناتهم ومشاكلهم واحتياجاتهم، فيما أكد الوزير الزعوري على اهتمام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالقطاع السمكي والجمعيات السمكية التعاونية والصيادين والعاملين في هذا القطاع بشكل عام، مضيفا إن وجود الحكومة من الأساس هي لخدمة المواطنين والاستماع لهمومهم واحتياجاتهم المشروعة وتوفير لهم سبل العيش. ومن جانبه أشار وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية إلى مشاكل المحروقات ودعم المنظمات الدولية التي تواجه الصيادين والجمعيات السمكية، مقدما شكره وامتنانه على زيارة الوزير للمديريات الساحلية والجمعيات السمكية والاستماع لمشاكلهم والتعرف على نشاطهم.